ولمناقشة ملف العلاقات الدولية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد عرض فريق إدارته يوم أمس، ينضم إلينا كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات عبر الهاتف من واشنطن. أهلا بك سيد كامل. بداية، وبعد أن صادقت 3 ولايات أمريكية على نتائج الانتخابات الرئاسية، هل لا يزال ترامب مساحة من أجل المساجلة والمناورة برأيك، أم سيستلم أو سيسلم وينقل السلطة بسلاسة؟ لا أعتقد أن هناك فرصة من الناحية القانونية والدستورية للرئيس ترامب أن يستمر في جداله القانوني، حتى سمعنا أنه قبل ساعة بالأخبار بأنه ألغى كان مقرر مع قائد فريق المحامين اللي هو رودي جولياني. نعم. واعتقد يعني فرصتي في استمرار خصومته القانونيه ضعيفه في هذا الموضوع. نعم. سيد كامل، يعني الرئيس المنتخب جو بايدن صرح بان ولايته لن تكون بمثابه ولايه ثالثه لاوباما. هل لدى بايدن الذي وصفه وزير الدفاع السابق روبرت غيتس بانه كان مخطئا في كل قضايا السياسه الخارجيه والامن القومي، هل تتوقع أن لديه خطة مختلفة عن سياسة أوباما؟ يعني بحدود ملفات ساخنة تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي أما السياسات العامة الأخرى لن تختلف عن أوباما وما قبله وما بعده، هذا في تقديرنا وفي مراقبتنا للسياسة الخارجية الأمريكية. طيب، بالحديث عن السياسة الخارجية لأمريكا في عهد بايدن المنتظر، كيف ترى وزير خارجيته المختار والمعلن عنه بالأمس في حفل تقديم إدارته؟ وزير الخارجية المرشح أعتقد أنه يتسم المهنية كونه يعني ممارس في العمل الدبلوماسي وعمل المنظمات وكان وكيلا وزاره الخارجيه ولديه معرفه تفصيليه لبعض الملفات الساخنه تتعلق بالعراق تحديدا وايران والشرق الاوسط عموما، وهذا شيء مفيد ومفرح. الان انتوني بلينكين المرشح لمنصب وزير الخارجيه في الاداره الجديده يوصف بانه مؤيد للدبلوماسيه مع ايران. ما توقعاتك للعلاقات الأمريكية الإيرانية في عهد بايدن إلى جانب موقفها من الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة لا سيما العراق؟ والله أعتقد أنه هذا التغيير وفوز الرئيس المنتخب بايدن الحكومة القادمة للأمريكان وللإيرانيين يعني يصبح هذا الملف، واعتقد وزير الخارجيه سيستفيد وجوده الجديده ليفتح افاق تعاون مع الايرانيين في الملف الدولي وفي الملف العراقي، واعتقد افاق الامريكان وسيله غير مكلفه لهم داخل العراق التعاون مع الايرانيين موضوع استقرار العراق واصلاح ما يمكن اصلاحه. نعم، هذا بتقديري. طيب، على المستوى الإقليمي، يعني كيف ترى شكل الدبلوماسية الأمريكية في عهد بايدن الديمقراطي خاصة في المنطقة، كيف تتخيل شكلها؟ تقصد منطقة الشرق الأوسط؟ مرة ثانية، على المستوى الإقليمي كيف تتخيل شكل سياسة بايدن في المنطقة؟ السياسة ستكون مختلفة، يعني تكون هناك خطاب للتعاون والتدخل الإيجابي لنشر القيم الأمريكية، تكون يعني دراماتيكية مختلفة تماما عن سياسة الرئيس ترامب. أسباب عديدة منها أنه أدوات الأمريكان أصبحت قليلة في الشرق الأوسط ليؤثروا إيجابيا في مواضيع مهمة وحساسة،
تتعلق بالعراق وسوريا وبقيه نعم المناطق الساخنه. كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.